الآن وحسن أقبلت ورقة بخلق الله تمايل فالوصوف اللي رفيع مستواها كأنها من خيل دربين الفعايل الشيوخ اللي تحقق مبتغاها العبية فتنة تجمع العوايل خلي الحساد ملعون انثواها خلي الحساد ملعون انثواها خلي الحساد ملعون انثواها حصريا على قناة بدر العتيبي. أقبلت بنت الحسب أم الجدايل أقبلت والناس فتن انتباها أقبلت وركاب خلق الله الدمايل في الوصوف اللي رفيع مستواها كلها من خير دربين الفعايل الشيوخ اللي تحقق مبتغاها الشيوخ اللي تحقق مبتغاها العبية فتنة تجمع العوايل خلي الحساد ملعون انثواها أم ناصر نادر أثنى الأصايل ما تلفت فالهروج اللي وراها مركزك يا نادر أهم على وايل فالكرم ما كن مخلوق سواها فالكرم ما كن مخلوق سواها يا انتصار الكل لك ذا اليوم قايل يا هني اللي طلب يده خداها بنت الشيخ بالفعل يسوى قبايل افرحي يا وردة العمر وشذاها وابتسام اللي بها هالوصف طايل زنها الفتاني يفتن من حلاها زنها الفتاني يفتن من حلاها كل وصف لاجلها جاله دلايل من طلوع علينا اخر محتواها ارتدم من دونها زين يا خايل كانها البراق في عالي سماها اشعلوا المناصر الليلة فتايل الاميرة بينكم ربي حماها الاميرة بينكم ربي حماها اقبلت بنت الحسب ام الجدايل اقبلت والناس فزين انتباها اقبلت ورقاب خلق الله الدمايل في الوصوف اللي رفيع مستواها كانها من خيل دربين الفعايل الشيوخ اللي تحقق مبتغاها الشيوخ اللي تحقق مبتغاها العبية فتنة تجمع العوايل خلي الحساد ملعون انتواها ام ناصر نادرة بين الاصايل ما تلفت فالهروج اللي وراها مركزك يا نادرة هم على وايل فالكرم ما كن مخلوق سواها فالكرم ما كن مخلوق سواها يا انتصار الكل لك ذا اليوم قايل يا هني اللي طلب يده خذاها بنت الشيخ بالفعل يسوى قبايل افرحي يا وردة العمر وشذاها وابتسام اللي بها هالوصف طايل زنها الفتاني يفتن من حلاها زنها الفتاني يفتن من حلاها كل وصف لاجلها جاله دلايل من طلوع علينا اخر محتواها ارتدم من دونها زين يا خايل كانها البراق في عالي سماها اشعلوا المناصر الليلة فتايل الاميرة بينكم ربي حماها الاميرة بينكم ربي حماها حصريا على قناة بدر العتيبي